باش نخليك. شكرا لك كوثر، الخط مفتوح في كل مره يكون عندك تدخل، مرحبا بك ومرحبا بضيوف في متابعه كما قلنا للاضراب العام في قطاع الوظيفه العموميه. كما كنت تسمع معايا محمد، الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم يسطر ويطلب من الحكومه ويعطي مقترح، حكيوا فيه برشا في البلاتويت، حكيوا فيه المختصين، رجال الاقتصاد، الوزراء اللي تعدي وقبل فما فيهم زاده، بعد ما يخرج يتحدث في المواضيع هذه يقول لك اليوم تونس عندها برشا مصادر لتمويل مسيب. اليوم عندنا التهريب، عندنا الجيبيه، برشا ناس ما تخلصش في الضرائب نتاعها، اليوم عندنا ثروات كيف ماناش قاعدين نسترجعوا فيها، والثروات المنهوبه والاموال اللي نتحدثوا عليها في المطلق لكن ما نعرفوش حتى لليوم مصيرها شنو، اليوم كيف تونس معناها عندها قطاع موازي واقتصاد موازي اليوم ينخر في ميزانيه الدوله، هذا الكل اليوم الدوله يبدو انها عاجزه او ما عندهاش الاراده الكافيه في انها تسترد هالثروات هذيا وتمول بهم ميزانيتها حتى تجيب معناها الوضع الاقتصادي الصعيب اليوم. صحيح احنا نعيش في مفارقات ربما سرياليه نوعا ما، ولكن حبيت في البدايه نعمل اشاره صغيره في علاقه بقضيه كتله الاجور، اليوم فما برشا كلام يتقال على انه كتله الاجور هي الاعلى في العالم، ولكن في المقابل قداش اجر التونسي اليوم مقارنه بنظيره العامل او الموظف حتى على الصعيد المغاربي؟ العامل والموظف التونسي هو الاقل اجرا مغاربيا وعربيا اليوم ربما، ايضا في الضفه المتوسطيه وفي جنوب المتوسط تقريبا من اقل الدول تونس الموظف العمومي يتقاضى اجر على مستوى الوظيفه العموميه، يعني اليوم فما نوع من المغالطات اللي قاعدين يسوقوا فيها البعض. سي حسين الدماسي وزير الماليه الاسبق يتحدث عن 160 مليار او ما شابه هذا، اليوم قداش خسرنا احنا جراء السياسات الفاشله، جراء التغاضي على الفساد، جراء التطبيع مع المهربين، اليوم فما كنطريه يمولوا في احزاب سياسيه موجوده في الساحه السياسيه، اليوم فما رجال اعمال واصحاب مؤسسات كبرى متهربين ضاربين واحنا نسبوا لا نعمم ولكن موجودين هذوما وساهموا في الحملات الانتخابيه لبعض الاحزاب السياسيه، اين السيد رئيس الحكومه يوسف الشاهد والذي يتحدث اليوم عن حرب لا هواده فيها في علاقه بالفساد؟ فيما يخص نقطه الحرب على الفساد نقطه مهمه جدا، لكن لو تسمح نمشيو لزميلنا خميس بتاعنا اللي موجود معنا في المباشر، قلنا باش نتحطوا على الاتحادات الجهويه، تفضل خميس الكلمه ليك. شكرا لك فاتن، كما ذكرت يعني مباشرة الآن من وسط مدينة مدنين في مسيرة دعا إلى تنظيم الاتحاد الجهوي للشغل بولاية مدنين في متابعة للإضراب العام في الوظيفة العمومية اليوم اللي دخلت فيه مختلف المؤسسات الإدارية والعمومية في ولاية مدنين. في التفاصيل هذه باش نتحدث مع ضيفنا وصديقنا السيد مسعود الأبيض الكاتب العام المساعد الاتحاد الجهوي للشغل بولاية مدنين. سي مسعود مرحبا بك، سي مسعود مرحبا بك، حكينا على الاجواء الان الى حد هذه اللحظه في انخراط جهه مدنين في الاضراب الوظيفه العموميه. طبعا الاجواء هكا الاعلاميين يتابعوا فيها معناها اول باول، هو اضراب معناها حضوري لكافه المؤسسات معناها العموميه في كامل البلاد، ولكن في جهتنا معناها اضراب ناجح معناها تقريبا بنسبه 100% لان اغلب المؤسسات كلهم وقعت تجمع معناها في اتحاد واحد، والاضراب اليوم هو اضراب معناها من اجل معناها تعويض على تدهور المقدرة الشرائية لموظفي الدولة، واليوم معناها المسألة هذا يشترك فيها عموم الشعب التونسي مع الموظفين اللي غالوا، وتشوف معناها الشعارات اللي ترفع الغلاء في المعيشة عدم وجود المراقبة معناها هذا تهرب الدولة من مسؤوليتها، والشعارات اللي ترفع كلها هي معناها من سيادة تونس واستقلالية القرار الوطني باعتبار أن الحكومة ما حبش تدخل في تفاوض لأنها مفروض عليها إملاءات. أكيد في الساعات هذه لحد الآن أحسيتوا انخراط الجهه في الـ في الـ قديش عندكم النسبه على الاقل في الانخراط في والاستجابه لل النسبه هنا لا تقدر بعدد لان معناها كل المؤسسات ساهمت وشاركت، الواحد اضافه حتى بعض احزاب وبعض معناها مجتمع مدني وبعض المواطنين اللي شاركوا في الاضراب هذا اللي هو يمس بالقوت اليومي لعموم الشعب التونسي. يعني هنا ما نجمش نعطيك انا عدد واحد، ولكن اضراب ناجح باتم معنى الكلمه، والاضرابات الجايه اذا كان مستجابه للحكومه. شكرا لك سي مسعود الكاتب العام مساعد الاتحاد الجهوي شغل بمدنين. مدام انت حاضر العنصر النساء. انا عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الجهوي لشغل مدنين، اللي هو عرس بالنسبه للنقابيين اليوم في جهه مدنين. الناس كل نجحت الاضراب الحمد لله يا ربي ناجحين، توا معركه ولات بالنسبه لنا احنا معركه سياده الدوله مع
الفلوس. وقت اللي تهين المواطن انت هنت الناس كل. يعطيك الصحه شكرا لك فاتن. كانت هذه اجواء مباشره وخاصه صور خاصه عن المسيره اللي انتظمت اليوم وتنتظم هذا الوقت في مدينه المدين في الشارع الرئيسي بعد التجمع اللي كان امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدين اللي فيه اجتماعات مماثله بطبيعه الحال فاتن في ولايه تطاويل وولايه جابس بعد تنفيذ الاضراب هذا اليوم في عدد من المؤسسات الاداريه العموميه في جهتي تطاوين ومدين وجابس كذلك. خميس ابرز الشعارات اللي نسمعوا فيها الشعب يريد سياده وطنيه. محمد في انتظار انه ناديه جاهزه موجوده معنا نمشي مباشره للقصرين ثم نرجع نواصلوا نقاشنا في البلاتو. تفضل ناديه مرحبا بك. مرحبا بك فاتن، مرحبا بكل متتبعي في تونس. اليوم كما نعرف اضراب عام في تونس، ولايه القاصرين شاركت في الاضراب هذا وحاليا فما تجمهر كبير للطبقه الشغيله في الوظيفه العموميه امام الاتحاد الجهوي للشغل بالقاصرين. فما جمله من الشعارات اللي ترفعت اليوم، مش شعارات اللي ترفعت، الدعوه الى استقاله الحكومه. اليوم اظهر لي انه الاضراب تحول من اضراب تحول من المطالبه بزياده في أجور الطبقة العمالية إلى إضراب مطالب باستقالة الحكومة. مش يحضر معنا السيد محمد صغير السيحي، كاتب عام مساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بالقاصرين. سي محمد الصغير، اليوم شفنا أنه الشعارات اللي رفعت اليوم أمام الاتحاد من شعار مطالب بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية إلى شعار مطالب باستقالة الحكومة، لكأنه الاتحاد كان يبحث عن تعلل المطالبة باستقالة الحكومة وجاءت هذه المناسبة. أولا باسم أخوتي في المكتب التنفيذي لاتحاد الجهوي للشغل بالقاصرين، الأخ الكاتب العام وكافة الأعضاء، نحب نتوجه بالتحية إلى كافة هياكل ومنخرطي الاتحاد العام التونسي للشغل. نتوجه بالتحية إلى رفاقنا وأخوتنا في باقي جهات أمام دور الاتحادات الجهوية اللي قاعدين ينفذوا في تجمعات. نتوجه بالتحية إلى قيادة الاتحاد العام وكل المنتسبين للاتحاد في مجمع تونس في إقليم تونس الكبرى اللي نفذوا تجمع اليوم أمام مبنى البرلمان لتبليغ صوت كل العمال بالفكر والساعد في أنه ما أقدمت عليه الحكومة من تجاهل للتفاوض ومن تجاهل لمطالب مجمع الوظيفة العمومية، رغم أنه أمضت سابقا بلاغ مشترك مع قيادة الاتحاد فيه الزيادة والتعويض عن تداول المقدرة الشرائية للقطاع العام والقطاع الخاص ومجمع الوظيفة العمومية. قيادة اليوم خلحكوا على الشعار اللي ترفع، ما شفتنا شعار مطالب بزيادة في أجور الوظيفة العمومية، اللي شفت شعارات مطالبة باستقالة الحكومة، شعارات عامة تتوجه بالأساس إلى الحكومة. لا، الكلمة اللي ألقاها الأخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقاصرين أكدت على حق العاملين في الوظيفة العمومية من زيادات مجزية تعوضها مع تدهور مقدرتهم الشرائية. أكد كذلك على استقلالية القرار والسيادة الوطنية، لأنه أن نأخذ تشيرة من صندوق النقد الدولي من كريستين لاغارد في أن تسمح للحكومة بأن تخوض مفاوضات مع الاتحاد ولا لا، فهذه سابقة خطيرة تنتهك سيادة القرار الوطني وتضرب في العمق استقلالية القرار التونسي. تشوف يعني كانت فما معناها مساعي إلى حل حالة هذه الأزمة مع الموافقة على زيادة في أجور المنشآت العمومية. رجوعا على سؤالك حول رفع شعارات تطالب استقالة الحكومة، من الطبيعي ومن البديهي أن الحكومة تلتف على الاتفاق اللي أمضته مع قيادة الاتحاد، حكومة تغلق آذانها عن استجابة لمطالب مشروعة للعاملين في قطاع الوظيفة العمومية. هذه الحكومة أصبحت جزءا من المشكلة ومش جزء من الحل. هذه الحكومة أصبحت تستعدي الشعب، تستعدي الموظفين في أن تحرمهم من حقهم في الزيادة. فبالتالي حكومة لا تستجيب إلى تطلعات الشغالين في قطاع الوظيفة العمومية فعليها أن ترحل، لأنها فشلت في إدارة الشأن العام. رفع ما أجبتنيش على سؤال، هل أنه الاتفاقية الممضاة معناها زيادة في أجور المنشآت العمومية كانت معناها نوعا ما سير نحو حل حالة الأزمة ما بين الاتحاد وبين الحكومة؟ تشوف انه كان فما مساعي لكن اتقطعت
اليوم معناها في الفترة الأخيرة بالذات مع الأزمة السياسية تمر بها تونس؟ شوف هو قام ديال اتفاق في القطاع العام وكان اتفاق مشرف للاتحاد وتحققت فيه مطالب العاملين في القطاع العام، قام ديال اتفاق دون علم الحكومة في القطاع الخاص وحقق كذلك وكان اتفاق مشرف، وكانت كل المؤشرات تدل على أنه هذه الجولة من المفاوضات الاجتماعية ستتوج باتفاق مع مجمع القطاع الوظيفة العمومية يمكنهم كذلك من يعني زيادة مجزية تتحل فيه المشاكل العالقة وعلى رأسها الملفات الكبرى على رأسها ملف الحضارة ما بعد الثورة والآليات ما بعد الثورة، الحضارة الفلاحية والحضارة الغبية، لكن مع الأسف سياسة التقشف اللي مقدم عليها الحكومة في قانون الميزانية لسنة 2019 بتعليمات ونأكد بتعليمات من صندوق النقد الدولي اللي أكد على تجميد الانتدابات وتجميد الأجور وتحرير الأسعار، وهذه بالطبع لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد اهترار المقدرة الشرائية للشغالين. وهذاك علاش نحب نأكد أني ما صارتش حتى جلسة رسمية بتاع التفاوض، وإنما تمت لقاءات ثنائية بين الأمين العام ورئيس الحكومة، ولكن اللجنة 5+5 لم تجتمع بشكل رسمي ولم تتداول في ملفات الوظيفة العمومية، وهذاك علاش الاتحاد وجد نفسه مضطر إلى تنفيذ الإغراء. مقال صحفي لي صحفي فرنسي نيكولا بو البارح معناها حكى انه الاضراب العام كان اتفاق ما بين رئاسة الجمهورية حسب المقال والاتحاد للإطاحة بحكومة الشاهد في ظل الأزمة السياسية الراهنة، وفما اطراف معناها حكومية مصادر حكومية حسب نيكولا بو، شنو تعليقكم على هذا؟ هذه قراءات مسطحة، هذه قراءات مسطحة. الاتحاد لا يمكن ان يتم تدجين وزج به في اي معركة سياسية كانت، الاتحاد مستقل وقراره مستقل وشأن الحكومات لا يعنيه، والخصومات الحزبية داخل الأحزاب لا تعنيه، ما يعنيه هو القيام بدوره الوطني والاجتماعي، دوره الوطني أولا في تكريس سيادة تونس واستقلال قرارها، دوره الوطني في المحافظة على الأمن في البلاد، دوره الوطني والاجتماعي، دوره الاجتماعي يتمثل في تمكين المنتسبين ليه اللي هم الأجراء في كل القطاعات القطاع العام والقطاع الخاص والوظيفة العمومية من حقهم المشروع في الزيادات اللي تعوضها من تدهور مقدرتهم الشرائيه. خليني نشير فاتن انه اليوم زاد الاضراب شارك فيه عمال الحظاير اللي طالبوا بتسويه وضعياتهم، والعمال هذوما وترسيمهم حظاير فلاحيه مختلفه انواع الحظاير في ولايه القصرين ايضا موجودين، ايضا معناها من المعطلين عن العمل سواء كانوا من اصحاب الشهائد العليا او من غيرهم. اليوم الطبقه المعطل عن العمل والتي تعاني التهميش بصفه عامه ايضا شاركت في هذا الاضراب، وايضا طالبت رفعت شعار حق البطال، وهل ان البطال ليس من حقه ان يكون الزيادات اولى بالطبقه المعطله؟ قبل كل شيء مرحبا بكم، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. هو تونس مبنيه على العمل، ودوله بدون عمل ما هيش دوله. هنا كان البطاله، نحن قبل كل شيء يشكو انه الفساد والفساد منين يجي، هو الفساد من البطاله، ويزموا يظهروا في البطاله قبل كل شيء اولى، لان البطاله اولى. كيفاش ضرب ضني كذا وكذا 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 وعن امور سياسيه؟ موقف من زيادات معناها المطالب زيادات عرض العظام 15%، وقت 15% معناها كل شيء ولا بالتليكومود. احنا قلال الحليب ما دماش، البقر مريض، القزري كان الرياب، شماش نعم اعطونا اخوي اعطونا كان الزم يفهمونا. اذا كان فهمتني الله عندكم امور سياسيه ما دخلوش البطاله في الامور السياسيه. فاتن خليني نشير انه قرابة اليوم 20,000 موظف في ولاية القصرين في اضراب على العمل، اكثر من 100,000 تلميذ في المدارس والمعاهد العمومية اليوم ما يقروش، والاضراب بطبيعة مازال متواصل، وعلى ارجح اني باش تخرج مسيرة من امام الاتحاد الجهوي للشعب القصرين. واضح، شكرا لك نادية، يعطيك الصحة. باش نمشي مباشرة لزميلتنا حنان القاسمي اللي موجودة في استعجالي والقسم الاستعجالي بمستشفى شارل نيكول. مرحبا بك حنان، الكلمة ليك. شكرا لك فاتن، اهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدينا وبكل اوفياء القناه الوطنيه الاولى. نلتقي في نقل خارجي مباشر مواكبه للحدث اليوم الخميس 22 نوفمبر، الاضراب العام، ولهذا الاضراب اللي يشمل كافه العاملين بالوزارات والادارات المركزيه والجهويه والمحليه والمؤسسات الخاضعه لاحكام القانون الاساسي العام للوظيفه العموميه، قانون عدد 112 لسنه 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، والذي يتعلق
المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية. عديد القطاعات اليوم اللي قاعدة تشهد إضراب، من بينهم قطاع الصحة، لكن قاعد يصير التأمين للخدمات الاستعجالية، أطباء مقيمين وإطار طبي وشبه طبي لتقديم الخدمات الاستعجالية في المستشفيات، لكن العيادات يعني لكونسلتاسيون العاديين فما إضراب فيهم تام. هذاك علاش احنا حاضرين في قسم الاستعجالي ومعايا الدكتورة، تفضل بحذايا كان تسمح نتعرف عليك. دكتورة أسماء جندوبي، طبيبة مختصة في طب الاستعجالي مستشفى شان إيكول. بالنسبة للخدمات اليوم كيفاش؟ فما برشة تشكيات من المواطنين، هيت ناخذوا معاك أنت أكثر تفاصيل. احنا اليوم كي يوم عادي بالنسبه لنا، خاطر احنا قسم استعجالي، معناتها اول كونتاكت مع المريض نوصلوا 500 هو اكثر، حتى من 500 مريض في النهار، وبلوس استعجالي ما نجموش نعملوا اضراب، معناتها صحه المريض اسي حاجه اساسيه ما نجموش، معناتها اوني با كونسيرني. احنا معناتها طاقم طبي وشبه طبي، كنا اليوم قاعدين نخدموا بصفه عاديه، فما برشا اختصاصات زاده نخدموا معاهم وي سون با كونسيرني بالاضراب. قلت لي برشا اختصاصات تخدموا معاهم، كنا نحكيو منذ قليل، قلت لي فما من لي سيرفيس الاخرين ينجموا يجيوكم. بيان سور بيان سور، انا الجراحة العامة، جراحة القسم القلب، المسالك البولية، برشا اختصاصات، توسكي اورجون، مع توسكي حالة استعجالية، كي تنجم تحط معناتها الصحة الحالة الاستعجالية متاع المريض، ما نجموش ما فماش اضراب فيها، معناتها نشوفها بصفة عادية. دكتورة تتفضل بحذايا، شوفيك من بكري متحمسة وتحب نتعرفوا عليك احنا في المباشر. يعيشك دكتور مزوغي، طبيب عام للصحة العمومية. احنا نخدموا قاعدين نخدموا كما العادة، احنا استعجالي نشوفوا الحالات الاستعجالية الكل، خاطر هو قسم استعجالي ما نجموش ما نشوفوهمش. اون بلوس يجيونا لي مالاد من لي سيرفيس الاخرين اللي حالتهم استعجالية نشوفوهم، اللي حالته مش استعجالية يرجع للعيادات الخارجية على روحه. دكتورة نتعرفوا عليك. أمال سويحي، دكتورة الصحة العمومية بقسم الاستعجالي. بون اليوم يوم عادي كأي يوم ولا أكثر شوية، خاطر لي كونسلتاسيون كلهم مسكرين، دونك اللي يجي يحب يعدي ويقول هو حالته استعجالية، دونك جيتو للاستعجالي. كل العادة معناها نخدمو بإطار الطبي وشبه الطبي، وكما قالوا زملائي معناها نفس الأكتيفيتي وكهو. شكرا لي دكتورة عاصمة رينيك بكري ناشطة وتتحرك برشا. نتعرف عليك. إيميل مكي، أنا طبيبة مقيمة بالطب الاستعجالي في القسم الاستعجالي بمستشفى شاف نيكول. ممكن مهمتنا اليوم معناتها أبار معناتها المهمة اليومية متاعنا معناتها العيادات الخارجية، بيسكو فما غريف، دونك ديجا احنا يوميا نشوفوا نشوفوا معناتها نحكي على مستشفى شاف نيكول 500 إلى 550 مريض. الحاجة معناتها اليوم الزايدة أنه ممكن المرضى معناتها من العيادات الخارجية يجيوا للاستعجالي، يعرفوا الاستعجالي 24 ساعة على 24 ساعة يخدم، يهبطوا القسم الاستعجالي. هنا احنا مهمتنا نقوموا بالفرز الأولي، معناتها الحالات الاستعجالية اللي تتطلب أن نشوفوها بالوقت نشوفوها، واللي ما تطلبش هذيك نرجعوها يوم اخر للعيادات الخارجيه. معناتها صحيح معناتها اليوم فما خدمه بزيد على العاده، ابار انه يوم عادي معناتها احنا ما نقابلوش، معناتها هذه حاجه معروفه، معناتها المرضى نتاع العيادات اللي يلزمنا نعرفوا كيفاش نجيريوهم معناتها ونعملوا الفرز نتاعنا سامحني خذني قد عقلي، قلت لي تو في الاقسام الاخرين ويجيوكم، يعني شكون يبعثهم؟ تو ما فماش يعني هما باش يلقاو العيادات الخارجيه يقولوا لهم سكره ما يخدموش، فما اللي يروح على روحه ويرجع نهار اخر، وفما مكثف المرضى اللي يبدا متوجع يبدا متقلق، معناتها حاله عاديه انه يهبط الاستعجالي. يعطيك الصحه. هوني مهمتنا معناتها سواء القسم معناتها الطاقم الطبي شبه طبي لهنا، حتى السورفيونت نتاعنا، معناتها نعرفوا كيفاش نعملوا الفرز نتاعنا، نبداو منظمين نشوفوا اللي يستحق نشوفوه، واللي ما يستحقش نجموا نخليوه معناتها يرجع للعيادات في يوم اخر. بالله وشكر لكافه الطاقم الطبي والشبه الطبي، معناتها جانسيس عادي اي معناتها يوم عادي واكثر من عادي، معناتها الصباح جيتوا يعني 24 ساعه على 24 ساعه باش تكونوا جينا عادي معناتها خدمات العاده بطبيعه معناتها حاله عاديه. هذه دكتوره نتعرفوا عليك. دكتوره فريال دريس، ميديسان اورجانتيست في قسم استعجالي شار نيكول. مش نقول اللي كما قالوا زملائي بو ريزومي، اللي القسم الاستعجالي ما ينجمش
يدخل في اضراب، على خاطر اول شيء ساعه صحه المواطنين ما نجموش نلعبوا بصحه المواطنين، ويزمنا معناها نقوموا بالواجب فيزافي دو سيتويان، وخاصه استعجلي شرنيكول. استعجلي شرنيكول عليه اكتظاظ برطه ضغط كبير في حالات زاده كيما هكا ينجم يصير اي حاجه، نوليو يقاو شكون مو معناها في الاستاي امن كل شيء الخدمات الكل. فوالا شكرا ليك. اذا شفنا الاطباء الطاقم الطبي ايضا الطاقم الشبه الطبي مشكورين، شفناهم ايضا يامنوا ويقدموا في الخدمات الصحيه للمواطن. احنا هكا كنا معاكم من مستشفى شرنيكول بتونس العاصمه، تحديدا في قسم الاستعجالي وين فما تامين الخدمات الاستعجالي. نجم اذا كان اي مواطن تونسي شاهد فينا واذا هو متقلق ومريض ولطف عليكم الكل ينجم يعني اقسام الاستعجالي في المستشفيات الكل قاعدين يامنوا في الخدمات الصحيه. شكرا لك حنان يعطيك الصحة. هذه كانت في متابعة للخدمات الصحية في نهار كما اليوم، كما قلنا إضراب عام في قطاع الوظيفة للعمومية. نرجو حتى نختم معك محمد، كنت معنا في متابعة في التدخلات نتاع زملائنا في النقاط الخارجية للكل، تختلف الشعارات، يبدو أنه من منطقة لمنطقة حسب وضعية وخصوصية كل جهة الشعارات تتغير وتتطور حتى توصل معناها كما شفنا في القصرين ضد الحكومة أساسا ومطالبة بتخليها وتقديم استقالة. هو طبعا حرية التعبير حق دستوري، من حق إن كان أنه يعطي موقف. اليوم ربما الإشكال مش بقاء ورحيل هذه الحكومة، الإشكال اليوم في علاقة بالسياسات العمومية، سياسات الدولة، سياسات الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ 2011 اليوم تجاه المسألة الاقتصادية والاجتماعية. أنا أريد تصويرها محلاها، يعني اليوم التوانسة وحدهم الاتحاد العام التونسي للشغل حسب الصور، ريت القومي ريت الإسلامي ريت ربما من يرفع شعارات يسارية ويبدو أنه خلفيته يسارية، يعني في معظمهم اليوم تلقى الجبهوي حاضر في التحركات هذه، تلقى من التيار الديمقراطي حاضر، تلقى من حركة الشعب، تلقى من حركة النهضة، تلقى من نداء تونس، تلقى من مختلف الطيف السياسي، لأنه المواطن مواطن في نهاية الأمر. واليوم المسألة الاجتماعية والقضية هذه بالذات قضية المقدرة الشرائية وقضية ربما الارتفاع الجنوني اللي عرفته الأسعار والمناخ الاجتماعي العام اليوم في تونس، هذا إذا كان فما رمزية إذا كان نحب نقرأه المشهد هذا فما بون شاسع فما هو كبير اليوم بين الأحزاب السياسية وبين المنظمات الاجتماعية وعلى رأس اتحاد شغل وانتظارات المواطن التونسي، والهو هذه هي اللي تعكس اليوم المأزق الديمقراطي اللي نعيشه فيه، لأنه فما تعثر حقيقي على مستوى المسار الاقتصادي والاجتماعي. أنا كان أسألك فيت نقول لك شريتك الوقتاش وأنت موظفة عمومية في نهاية الأمر، تقول لي محمد 7-8 في الشهر توفى، وهذا يعيشوا فيه التوانسة الكل. التونسي اليوم آلاف التوانسة عايشين بالروج، وهذا مش مؤشر به اجتماعي. محمد يمكن احنا نحكيه هنا بمنطق إعلامي وصحفي، أما وقت اللي تعطي الميكرو المواطن تونسي يقول لك مش والله يعبر خير مني ومنك. شفتوا معناها قديش المواطن اللي يتكلم في القاصرين يقول لك فهمونا، معناها يشوفوا في الاعلام اليوم يحكي لهم زياده في الاسعار، تدهور القدره الشرائيه، الاستهلاك اليوم معناها بارقام خياليه، الشهريه اللي ما تكفيش كما قلت انت توا محمد، يقول لك البطاله عماله تزيد، البقر معناها هو بيدو مريض، اليوم الماء فيه مشكل، البقر فيه مشكل، الفلاحه فيها مشكل، يقول لك وين ماشيين فهمونا. بالحق معناها جمله بسيطه من مواطن زويلي على روحه، هذاك هو اليوم نتاعو اليوم، الناس تحب تفهم يوم رؤية واضحة فقط هذا شنو طالبي اليوم. أنا نعتقد محطة جديدة ومتجددة في مسار الثورة التونسية، الثورة التونسية اللي كان عنوانها الأكبر شعارات اللي كنا نسمع فيها الآن واللي ما زالت موجودة، اللي كان عنوانها البارز خبز وماء وبن علي لا، شغل حرية كرامة وطنية. التونسي اليوم يدافع عن كرامته، يدافع على المواطنة نتاعو. لليوم بعض الأحزاب السياسية وبعض السياسيين وبعض هواة السياسة اللي يعتقدوا في أنفسهم زعماء ومن يطمح لرئاسة الجمهورية ومن يطمح لرئاسة الحكومة ومن يطمح لمنصب وزاري ومن يطمح للصعود لمجلس نواب الشعب، وهما في حقيقة الأمر بعاد كل البعد عن البروفيل نتاع السياسي اللي قادر يعطي لشعبه، قادر يلتحم شعبه. اليوم وين السياسيين في الجهات؟ وين نواب الشعب في الجهات؟ وين القيادات الجهوية للأحزاب الحاكمة؟ أنا تمنيت قيادات النهضة وقيادات النداء اليوم اللي هما يتحملوا مسؤولية هذه السياسات الاجتماعية الخاطئة منذ 2011، ونذكر أنه حركة النهضة ما غادرتش الحكم منذ سنة 2011، نداء تونس اللي قدم برنامج ضخم وتحدث على إنجازات كبرى وكأنه في ليلة ونهار مش يحول تونس ربما إلى السويد ولا فنلندا جديدة. اليوم هذه الأحزاب أخطأت في حق هذا الشعب، واتحاد الشغل اليوم يرفع الورقة الحمراء في وجه هذه الأحزاب وفي وجه الطبقة السياسية اللي فشلت
في تحقيق انتظارات التوانسة. اليوم احنا قادمين على استحقاق انتخابهم في 2019. الحكومة الحالية عليها ان تراجع سياساتها في علاقة بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية، عليها انها تكون اكثر التساق بقضايا المواطنين، خاصة في علاقة بنزيف الاسعار هذيا. المواطن التونسي ما عادش ينجم يواصل في ظل الوضع هذيا، واليوم تقريبا 1,600,000 مواطن تونسي تحت خط الفقر، فما بالك على الناس اللي اليوم اللي هي ربما في وضع الموظفين العموميين والعمال والناس اللي تخلص في 600 و700 و800 حتى كرا شهر من 500 متاع دار. حتى مليون. شكرا لك محمد، يعطيك الصحة. شكرا على الحضور، شكرا. على كل الوقت اللي عديناه معاك في متابعة ومواكبة للإضراب العام في قطاع الوظيفة للعمومية. باش تغادرنا محمد ونرجعوا لباقي فقرات البرنامج، لكن مازلنا في متابعة وكل نقاطنا الخارجية مازالت باش تكمل معنا المباشر بتاعنا، والخط مفتوح أمام شبكة المراسلين والصحفيين الخاصين بالتلفزة الوطنية. موجودة بحثينا مدام ريما سيدي كما تعودتوا كل نهار خميس تكون موجودة بحثينا، حتى معها هي نقدموا نصائح للعائلة التونسية كيفاش تتعامل مع صغيراتها في كل مرة موضوع. نذكركم اللي احنا عنا صفحة الفيسبوك الموضوع على ذمة الناس الكل في تونس، تدخلوا لها ومن خلالها تتواصلوا معنا وتلقاو كل التفاصيل الخاصة بالبرنامج وتلقاو الإعادات الخاصة بكل الفقرات والمواضيع من الصباح من العشرة، واحنا في متابعة للإضراب العام كما قلنا في قطاع الوظيفة للعمومية. الأكيد انه موضوع هام جدا اليوم تونس تعيشه، ودات تاريخية وتاريخ اليوم باش يكون مفصلي في تاريخ تونس، لأنه مش كل يوم تونس تعيش إضراب عام بالحجم الكبير هذا. اليوم نتحدثوا على أكثر من 670 ألف موظف في القطاع الوظيفة للعمومية. باش نكونوا في عودة مرة أخرى بعد شوية أمام مجلس نواب الشعب، وين تكون الوقفة المركزية اليوم للاتحاد مع زميلتنا كوثر اللي موجودة غادي على عين المكان في متابعة للأوضاع وللحركة الاحتجاجية هذه. كما قلنا في البداية كان الرقم متاع المحتجين يتزايد يتضاعف يتكثر، حتى كما قلنا اليوم توا 11:30 هذا هو موعد انطلاق رسمي للوقفة هذه، باش نكونوا بعد شوية في وقفة من جديد مع المداخلة لي كوثر في باردو. نرجعوا للبلاتو ونواصلوا مختلف فقرات البرنامج اللي تتواصل معاكم حتى الماضي ساعة إن شاء الله. نهار الخميس كما تعودتوا فقرتنا القارة نتحدثوا على صغيراتنا. مرحبا بك ريم، صباح النور، نهارك زين. الحمد لله. اليوم اخترنا نحكيوا على أطفال مهم جدا نحكيوا عليهم كما كل فئة نختاروا الحقيقة نتحدثوا عليها كل أسبوع، على أطفال عندهم إحساس كبير، عندهم فرط وحساسية مفرطة من برشا حاجات تقابلهم في حياتهم، قد يحسوها أكثر من غيرهم ويتعاملوا معها بحساسية كبيرة. علاش نحكيوا على الموضوع هذية؟ هل أنه موضوع اليوم مطروح نلقاو مثلا أرقام أنه الأطفال اللي عندهم المشكل هذية يتزايدوا، وإلا هما أطفال ما يتحكيش عليهم هم ديما لكن موجودين في حياتنا وما نعرفوش نتعاملوا معاهم؟ سألتني برشا أسئلة فرد بخ. علاش موضوع مهم برشا وحساس برشا؟ نحكيوا على الحساسية المفرطة على خاطر ديما صغيراتنا مظلومين. إن نقول هما الصغار يتولدوا بإحساس كبير ومرهف، ومن بعد الإنسان معناتها بصعوبة الحياة والمشاكل اللي تعرضهم والدروس اللي ياخذهم يولي يفرج هكا اون بيرسوناليتي اقوى واقوى، ويولي ما عادش سنسيبل كيف ما كان من الاول على معناتها كي يبدا قدام دي سيتواسيون معينين. صغير هو صغير، دونك مازالت هكا الاحساس هذاك مازال موجود 100% ومازال مرهف. فما صغيرات من بين هالصغيرات هذوما اللي احساسهم أكثر شوية من الإحساس العادي للصغير. هذوما صغيرات علاش نحكيو عليهم؟ على خاطر ديما في التربية متاعنا نقولوا لا صغير دلول، لا صغير ستانس هو هكاكا ديما ينغنغ وديما مش عاجبه شيء وديما يبكي وما نعرفش علاش يكون عادي يعمل اون كريز هكا وحده. ما فهمتش والله مانيش فاهمه شنو نعمل معاه، كيفاش نحكي معاه، كيفاش ناخذه. وديما جينيرالمون يسكتوه، ما تبكيش انت راجل، ولا ما تبكيش انت قويه، ولا باش نتفاداو هاك الموقف المحرج، خاطر انا نقول ديما علاش نغموا المشاعر نتاع الصغير، على خاطر باش نتفاداو جينيرالمون موقف محرج قدام العباد، خاطر جينيرالمون الصغيرات هذوما زاد هما شنو ما قبل خلينا نقولوا، صغيرات اللي عندهم افراط في الاحساس هما صغيرات يحسوا برشا بالغير، يحسوا برشا بالانفيرونمون نتاعهم، عندهم كاباسيتي باش يحلوا اكثر
صورة ولا ريحة ولا في الطبيعة ولا عندهم اللي عملوا دي زيكسبيريونس معناتها اللي المخ نتاعهم يخدم اكثر من المخ الصغير العادي فاسا اون فوتو عاديه تصويره عاديه ويكبتي اكثر لي ديتاي ودوكو ياخذ اكثر انفورماسيون معناتها مخه يجمع اكثر انفورماسيون من الصغير العادي ويحلل برشا حاجات فرض وقت في كل مخ الصغير هذاك نتاعو دونك انت كي تبدا عندك اورديناتور وتعطيه برشا دي انفورماسيون فرض وقت الاورديناتور يتبلانت وي بوغي وي وكان برشا 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 يولي ما عادش يخدم جمله وبيتحرق ولا يصير له حاجه نفس البروسيسوس دونك الصغير الصغار هذوما اذا كان تعطيه انت تصويره ومن بعد تساله شنو راه في التصويره تلقاه ثبت في دي ديتاي ما راهمش صغير اخر اذا كان هزيته تفرج في فيلم ولا تفرج في حاجه كيف كيف يركز مع دي ديتاي مع الوان انت ما ريتهمش مع اصوات انت ما ريتهمش صغيرات هذوما زاد عندهم الكاباسيتي باش يسمعوا بالكدا عندهم ايبر معناتها سنسيبيليتي حتى في السمع معناتها كي يبدا في القسم مثلا يطيح ستيلو في القاع هو يسمعها 10 مرات اقوى من الصغار الاخرين يمكن ما سمعوهاش بالكل دوكو يسمع الصغير الستيلو كي يطيح يسمع في كلام المعلمة اللي هو يبدا الصوت عالي دونك هذاك يقوى اكثر في مخه يسمع اصحابه اللي يشوشوا حتى بشويه من تالي هو يسمعهم يسمع صوت الكرهبه اللي تنوقز لبرا واذا كان عنده غرام موتورات ولا كراهب ولا يركز مع الصوت اللي يجبدها هذيك ويحللها في مخه دونك صغير يجمع معلومات كبيره برشا والمخ نتاعو يلزمه هذاك يعمل بروغرام كامل باش يحللها اما وقت اللي هو يكون معناها عنده هالحساسيه هذيا ويسمع هذوما الكل ما ينجمش معناها ياثر على تركيزه من بعد معناها في القسم ساعات تلقى صغير يتلفت على اي حاجه بالضبط. يقول لك مثلا عنده مشكل في التركيز بالضبط يركز ياثر على التركيز نتاعو اما هذا ما يمنعش انه باش يسمع الدرس معناتها هو كيف يروح للدار باش يحكي لك شنو الدرس ينجم يقوله لك الكل النص ينجم يعرضه لك كامل رغم اللي المعلم ينجم يقول لك في القسم اللي هو مش مركز تشكي معناتها وتقول لك راه ولدك ماهوش موجود تماما معايا في القسم معناتها ماهوش كونسيرني وكيف هو تقول له ليه هاو الدرس يعرضه لك تبه تقول لك يا اخي ما سي با لامبريسيون كي مو دون معناتها هو دونك هذوك الصغيرات مخاخهم قلت لك تحلل برشا حاجات فرد وقت ويحسوا بالغير برشا حتى المعلمه كي تبدا مثلا متقلقه يحسوا بها اللي هي متقلقه دوكو هما يتقلقوا امه متقلقه نهارتها احساس عندهم احساس باللومباتي الاحساس بالغير ديفلوبي برشا عندهم تصور انت معناتها صغير يحس بالاصوات الكل يسمع الاشياء الكل ويزيد يحس بالانرجي نتاع الغير ويحس بالحاله نتاعهم ونتاع الصغار حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه انت تو من قبيله تحكي لي وين نحلل زعما معناها انه يكون عنده هالحساسيه المفرطه صغير حاجه باهية ولا حاجه خايبه كيفاش نقيموها احنا وكيفاش نتعاملوا معاها هي حاجه باهيه معناتها كان باش نشوفه صغير خاطر هذاك باش يبدا عنده ذكاء زاد مفرط احساس مفرط بالغير كما قلنا اللي هي حاجه مهمه جدا بعلاقاته نحكيو هوني على الانتليجنس ايموسيونيل ما عادش نحكيو على الانتليجنس انتلكتويل معناتها الصغير هذاك باش يعرف كيفاش يتعامل مع العباد يعرف كيفاش يحكي معاهم يحس بيهم كيفاش ياخذهم لكن كي نعلموه احنا كيفاش يوصل للحكايه هذيك اذا كان دونك احنا وكيفاش باش نتعاملوا معاه اذا كان الصغير هذاك باش نحسوا بيه اللي هو تبارك الله عليه اون فادير عنده هالاحساس المفرط في المواضيع هذوما الكل يلزمون نتعاملوا معاه بطريقه ايجابيه برشا بالتربيه الايجابيه اللي هي هذيك نستعملوها مع الصغار الكل لكن معاهم هما يلزم نضربوها زاده في قوه الاحساس نتاعو دونك نطبقوها اكثر ومعناتها باكثر لين وباكثر دقه باش تعطي نتيجه باهيه دونك كيف احنا نحسوا بهم الصغار هذوما كيف يدخلوا في بلاصه جديده زاد ما يقبلوش التغيير دونك يدخلوا في بلاصه جديده قدام عباد باش يعمل اون كريز دو نير ولا باش يبكي ولا باش ينغنغ وقتها يظهر له مثلا باش يشرب ولا باش ياكل حاجه ولا يحب يخرج ما يقعدش ما نقولولوش ليه وش بك هكا وكل ما نمشي تحشمني وتخليني معناتها وجهي ازرق وتحشم فيا قدام الناس تي ما هو قول على السلامه تي ما هو اقعد رايد حتى وين نكمل هذاك الكل هو ما يفهموش وقتها خاطر جاه احساس وقتها حاجته بيك باش تسمعوا دونك نجموا نوقفوا كل شيء سامحني مدام ما نحكي ولا سامحني صغير اخر ولا اي حاجه ولدي حاجته بيا وناخذ ولدي على جنب ونحكي معاه ونقول له بابا عندك الحق انت توا متقلق من حاجه يمكن حس سمعوا يمكن فما ضوضاء معناتها في الانفيرونمون قلقوا يمكن العبد اللي انت تحكي معاه هو ما متقلق ما قبلوش معناتها حس اللي هو يدجاج اون انرجي نيجاتيف ما قبلهاش ناخذه
بابا عندك الحق به تنفس شنو تحب نقعده اعطيه الاختيار راهو حتى لو كان عمره عامين ما انت ديما راني نحكي مع العمر دوبا الصغير ينجم يفسر لك اذا كان هو بيبي وما قبلش زاده سامحني نرجع لك في وقت اخر راهو احنا اللي لازمنا نتبعوا الريتم نتاع الصغير ما نجموش نفرضوا على بيبي ولا على صغير عمره عامين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا ادوليسون بعد مراهق كيف كيف انه هو باش يلزمه بالسيف هو يكون اقوى ويتحمل السيتواسيون لا مش صحيح نخرج مع صغيري عمره عامين ثلاثه شنو تحب تقعد في الكهرباء لحظه تستناني تقعد على البنك نعطيك كتابك نعطيك بالك شي عنده حاجه زاده ديما معاه بور لو راسوري نتناقشوا فيسا فيسا من الاول يمكن تبدا صعيبه باش صغير يعطيك الجواب خاطر هو مش مستانس بالطريقه هذيا حتى منك بالك شي دونك نطبقوها المره الاولى المره الثانيه بعد توليو حتى بالغزرات انت وصغيرك معناتها كيف يبدا متقلق ينجم يعمل لك ان سينيال تولي تفهمه تولي انت تاخذ القرار المناسب ونتداركوا هاك الكريز اللي كان باش يعملها نتداركوا هاك الكلام الزايد اللي باش يتقال شبيك وعلاش وما نفهمتش والله ما عرفتش شنو نعمل معاه والله ديما يعمل لي هكاكا فما تحضير نفسي قبل ما تمشي لاي بقعه مع صغيرك بالذات هما مع الصغار الكل يعني اللي ديما نقولوا هو ابليكابل على الصغيرات الكل باش تكون الحياه العائليه اجمل واكيليبغي وارتح للناس الكل وخاصه مع الصغيرات اللي عندهم حاجات بارتيكولير يلزمني نطبق معاهم اكثر وبايفور اكثر لين هاك البروسيسوس هذاك يتحط اون بلاس بين الام وصغيرها بين البو وصغير وساعات الام تتفهم البو ما يتفهمش ساعات العكس معناتها نتبعوا صغيرنا نسالوه شبيه شنو حس وجينيرالمون هل لي زونفون ايبر سنسيبل هذوما عندهم ديفيكولتي كبيره بور جيري لي زيموسيون تاعهم اذا كان يفرح يفرح بالقويش معناتها حتى يرى صاحبه ويرى صاحبته في غراند سيرفاس ترى صغيرك ينقص وحده ماما ماما هكا بكل يعني واحد مش فاهمه انت ساعات ترجع تتخيل درش صار ساعات بكل تحمس هو تلقاه جوست صاحبته تعديت ولا صاحبه تعدى في القسم دونك نجموا وقتها ماما عندك الحق باش تفرح سي بيان والله ولد عيش ولدي توا تنجم تقولها لي بشويه وهذاك الكل تدريب راهو يصير من الوالدين هما احنا ندربوا رواحنا كيفاش باش نحطوا هالطرق هذوما في بقعه وباش زاده ندربوا صغيرنا باش هو ينجم يعبر على الاحساس نتاعو وينجم يعبر عليه ومن بعد بشويه بشويه ينجم يتحكم فيه دونك اول ايتاب نعطيوهم الحق انهم باش يعبروا على الاحساس كلك سوا هو فرحان انا فرحان انا حزين انا نحب نبكي توا بربي نحيوها احنا عندنا برشا انت راجل ما تبكيش انت امراه كبيره وقول ما تبكيش ردوها راجل كبير ما تبكيش لا لا عنده الحق باش يبكي باش ما نكونوش زاد رجال من بعد مسكرين وما يعبروش وتولي مشاكل اخرى عنده الحق باش يبكي عنده الحق باش يعبر عنده الحق باش يحس الاحساس هذاك وهذا زاد احنا نعطيوه الحق لرواحنا مثلا انا ام ساعات نبكي يدخل علي صغيري ما نبداش نمسح في دموعي وداخله بعضي خاطر فيق بيا هو سيي معناتها ما نجمش نخبيه يقول لي ماما اش بيك؟ نقول له عايش ولدي راني انا تعبه وما يسالش كي نتعب وراني نجم نبكي ولا انا حزينه ولا انا متغشه ولا انت وعمره فسر له التفسير ما غير ما نكذبوا عليهم على خاطر راهو ما تعطيش حتى نتيجه يقول لي هو مفتاح السر اللي في كل شيء حتى نختمه انه تعتبر اللي صغير هذاك راهو كانه انسان كبير ويفهم فيك في كل شيء وعنده الحق انه يعبر في كل شيء ما نعتبروش اللي صغير صغير وماهوش فاهم هذا اكبر غلط مفتاح في كل وضعيه راهو انسان ابار اونتيير وعنده الحق باش نحترموه ونحترموا تصرفاته واحنا كوالدين رانا ماناش ماهمش صلصال باش نركبوهم كيما نحبوا وماهوش ماكينه عنده مود امبلوا باش نخدموها به راهو احنا يلزمنا نتبعوا صغيرنا اون لي زاكومباني اكومبانيومون ما نفرضوا عليهم حتى شيء ونعاونوهم باللي نجموا واذا كان نلقاو الهارموني بيناتنا راهم صغارنا زاده باش يعاونونا احنا باش نصلحوا برشا من رواحنا وباش نتعلموا نتحكموا في برشا حاجات كنا ما نتحكموش فيهم واضح شكرا لك كريم يعطيك الصحه ميرسي بوكو هذا كان موضوعنا اليوم نتقابلوا الجمعه الجايه ان شاء الله في موضوع جديد مازلنا مواصلين معاكم في المباشر بعد شويه فقرتنا القاره الخاصه بالسياحه ونعطيكم فكره ومقترح مع امين وين تنجموا تمشيوا في الويكاند هذايا في نطاق سياحتنا الداخليه وتشجيعنا على السياحه الداخليه احنا مكملين اكيد متابعتنا للاضراب العام في قطاع الوظيفه العموميه مازالت متواصله بعد شويه نعاودوا نرجعوا لصحفينا ومراسلينا كل ما يكون عندهم جديد في الوقفات الاحتجاجيه في تونس او في الجهات احنا مواصلين نمشيوا لجاني التمور ثم نرجعوا للبلاتو في
في واحة زعفران من معتمدية دوز انطلق موسم جني التمور لسنة 2018 حيث تتميز صابة هذا الموسم بتراجع طفيف يقدر ب 3% مقارنة بالموسم الفارط، وتشير التوقعات أن تبلغ صابة هذا الموسم 194,000 طن، والتي تتميز خاصة بجودة المنتوج وتتوزع على أكثر من 40,000 هكتار بوحات ولاية قبلي. قطاع التمور هو من أهم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بولاية قبلي. المساحة الوحات تقارب 38,000 هكتار. الانتاج معناها معدل الانتاج على الفترة السنوات الأخيرة فيما يقارب 2,000 طن. بالنسبة للموسم هذا معناها سجلنا زيادة في عدد العراجين الملقحة حكم ثم دخول معناها وحات جديدة في مرحلة الانتاج، لكن ثم بالنسبة لكل الفلاح يحس أنها على أن معناها الانتاج على مستوى النخلة الواحدة أقل. بالنسبة لتقديرات الصابة الموسم هذا معناها كانت في حدود 194,000 طن، منها 180,000 طن دقلة نور و 14,000 طن مطلق معناها أنواع أخرى مخالفة التمور كنت علي قيلة معناها أنواع مختلفة أخرى اللي معناها حتى هي بدية من تسويقها منذ معناها شهر أوت، وحاليا معناها انطلق موسم الجني اللي إن شاء الله معناها بالنسبة للجودة طيبة جدا بحكم أن حجم الثمار اللي كانت بعضها كنا خفيفة، حجم الثمار كان جيد. الفلاحة قاموا بجل الأشغال المطلوبة منهم معناها من بداية الموسم من تنظيف الواحة اللي شملت ما يقارب 20,500 معناها هكتار، وذلك بالغرض هو تحسين الجودة. بالنسبة للموسم نجم نقول موسم طيب باعتبار المؤشر ديما الأساسي هو بالنسبة للسعر تاع التمور بالنسبة للفلاح. الحق السنة هذه أسعار طيبة باعتبار يمكن العملية راجعة باعتبار باب التصدير مفتوح معناها، ولكن تبقى ديما المنظومة ناقصة هيكل معين اللي هو ديوان للتمور باعتبار كما تشوفوا تو المسالك تاع التوزيع غير واضحة، وثم تجميع التمور معناها قاعدة تتم بعملية غير منظمة، لأن اليوم الفلاح قاعد يقوم مجهود باعتبار إحضار الصابة ويقوم بالحماية متاعها كيف بالناموسية، ولكن اليوم الفلاح لما يقوم بحماية المنتوج هذا بالناموسية ما يلقاش المردودية الكافية، لأن الفلاح اللي غلب بالناموسية واللي غلب بالبلاستيك واللي ما غلبش كلها التمور تجمع في نفس المكان بنفس الصفة، بالتالي هنا يلزم ايجاد هيكل اللي هو مطلب لولايه قبلي في احداث ديوان التمور حتى ان جمع التمور هذه يصنفها، لان اليوم بالنسبه للسوق الخارجيه تتطلب الجوده، والجوده هذه تتطلب تنظيم السوق تنظيم التجميع وكيف تتطلب كلفه باعتبار معناها الجوده هذه تتطلب كلفه للفلاح. انطلاق هذا الموسم تميز كعادته بنقص كبير في اليد العامله المختصه امام اكتساح المراه العامله لوحات الفزاوة. الموسم الميلاد ناقص والتمر متوسط ناقص الكميه ايوه انا نصنفوا فيه معناها كل حاجه واحد مجبوده وحدها والسمحه وحدها والمتوسطه وحدها والبسره وحدها. شوفوا تو في الغابه نساو رجال تخدم تبارك الله في العاده معناها المراه ما نشوفوهاش في التمر لهنا هي هاكم تخدموا كل شيء تقريبا. احنا نخدموا كل نخدموا المراه وراجل ايوه رجاله هنا قطاعه وتروق وكل شيء واحنا هنا على الباش معناها يعني صنفوا التمر فرزه وكل شيء تنصب على كل حاجه على روح. هاي الكميه ناقصه البرشة صيص اما برشة صيص العوامل الطبيعيه رياح معناها في الربيع جانا برشة ريح و مستوى البيوعات سنا البيوع معناها والله ثم خروج الخروج ثم خروج الخرص معناها باهي الخرص غالي غالي برشة سنين قديش تقريبا 3,500 4,000 فرنك في رسوم يسمى أول مرة يوصل للسوم أول مرة يوصل للسوم كما هيك أي شو الإشكاليات الأخرى اللي تو مازلت تقريبا يعاني منها الفلاح؟ عندنا برشا إشكاليات في الغلاف الناموسية ناقصين غلاف غالي زاد 5,000 فرنك 5,000 واش معناها الكيلو وثم ثم المرض النخيل هذاك قلق شوية قلقنا وعدونا بالدواء لكن ما ثماش جابوا لنا حكاية 2,500 دبوزة تقريبا حكاية فارغة معناها في ولاية كاملة ونستنوها. المختصون طالبوا بمزيد تنظيم مسالك التوزيع وإحداث ديوان وطني للتمور الذي يبقى من المطالب الملحة لفلاحي ولاية قبلي. مشكلة يبس سعف النخيل من الإشكاليات التي باتت تهدد وحات الفزاوة والمطالبة بالتدخل العاجل للقضاء على هذا المرض. أهم الصعوبات اللي تعرضها القطاع هو اليد العاملة. اليد العاملة نقص اليد العاملة، ثم يد العاملة جاية من مناطق أخرى وهذا نرحبوا به. معناها تونس مفتحة للجميع وقبل مفتحة أكثر على الجميع.
دخول يد العاملة النسائية، وهذا أمر زاد نثمنوه على اعتبار أنها هي ربة البيت في البيت وهي المشرفة على عملية الإنتاج وعملية الجمع. الصعوبات الكبيرة الأخرى زاد هي في المسالك الفلاحية. المسالك الفلاحية احنا كل عام نبعث بمراسلة لوزارة التجهيز الممثلة في المندوب الجهوي للتجهيز في ولاية قبلي على أساس أنه يعمل عملية مسح للطرقات. المستغلات الفلاحية كلها بعيدة على المناطق العمران، ثم صعوبات على مستوى مسالك التوزيع مسالك الفلاحية. كل عام نعمل في عملية متاع المسح هذه مما باش الصابة باش العملية الجني تتم في أحسن الظروف. 770 مليون دينار هي جملة عائدات التمور المصدرة سنة 2017 لأكثر من 80 دولة، حيث بلغت الكمية المصدرة 130 ألف طن مسجلة بذلك ارتفاعا قارب 21% مقابل 23% في العائدات مقارنة بالسنة الفارطة، وهو ما يجعل تونس تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث جودة التمور المصدرة. مازلنا مواصلين معكم في المباشر. كما قلنا اليوم 22 نوفمبر 2018 إضراب عام في قطاع الوظيفة للعمومية، وحاليا في ساحة باردو الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل سيد نور الدين الطبوبي يلقي كلمة أمام الموجودين والحضور في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب. مبعوثتنا على عين المكان كوثر تبعث لي بعض النقاط الهامة اللي طرق لها سيد الأمين العام. سيد نور الدين الطبوبي يقول أنه حق التونسيين هو نقطة مهمة جدا في السيادة الوطنية واستقلال القرار، مشير إلى أنه ما يحصل اليوم هو استهانة بعقول التونسيين، يوجه الاتهامات مباشرة للحكومة ويقول أنها مقصرة وسليلتها دمرت مكاسب الوطنية وعلى رأسها الصحة والتعليم. يقول زاد أنه الزيادة في الأجور ليست بمنة من أحد ولا الحكومة، تبيع القطاع للعام وبيع المكتسبات للشعب. تعهد زاد بعدم التفريط في أي مكتسب من مكاسب التونسيين مهما كلف الأمر. الحوار الكلمة مازالت جارية وبعض النقاط نترقلها بعد شوية في الأثناء. احنا نواصلوا المباشرة متاعنا وفقراتنا للقارة كما تعودتوا نهار الخميس نتحدثوا سياحة ونعطيكم بعض المقترحات بعلاقة في السياحة الداخلية، وين تنجموا تمشيوا، وين تنجموا تعديوا لويكاند، وين تنجموا تخرجوا في تونس اللي فيها برشا بلايص يمكن ما تبرمجوهاش. أمين كما كل جمعة يجي بحذنا ويعطينا بعض المقترحات ونتحدثوا خاصة في ملف السياحة في صفة عامة. مرحبا بك أمين، نهارك زين. صباح الخير. نهارك طيب. قبل ما نبداو الغوبريك نتاعنا ديما في كل جمعه يكون عندنا نقطه نتحدثوا في الاكتواليتي، في كل مره تختار موضوع. اليوم يظهر لي عندك رقم. اي اولا ماناش من قارفين السياحه. احنا منشاه عموميه دونك نخدموا وخاصه ان نوفروا المعلومه للساده للمشاهدين. والتوريزم موش توريسك معناه يفرهد الناس. اي رقم البارح خرج 7,334,000 سائح الى حدود 31 ديسمبر 2018. اي ونتصور باش يكون التركيز اكثر على السياحه الصحراويه لانه في الربط المباشر ما بين ليون توزر وبرشا خطوط اخرى تفتحت وبدات تجيب في الاكله نتاعها الاشهر الاخيره، لانه عندما نحكيو على السياحه الداخليه وخاصه السياحه الصحراويه نحكيو شهر سبتمبر حتى لشهر ماي. أي. وما ننساوش العطله من عطله العطل الدراسية بصفة عامة. التونسي يمشي للصحراء أكثر في الشتاء، هذه حاجة طبيعية لأن بعثوا لي سخونة. الرقم هو مهم لكن في نفس الوقت نحب موضوع آخر على الرقم والجودة، أنه النقلة الوطنية قاعدة تشتغل وتحسن باش تنقص شوية من المشاكل اللي قاعدة تمر بها كما يمر بها قطاع النقل العالم بصفة عامة. دعوة أنه الإخوة في النقلة الوطنية على مستوى خاصة شبابيك البيع على مستوى العالم وعلى مستوى مراكز التسجيل انهم يحاولوا يفسروا للحريف حقه. التونسي اليوم كي يشري تذكره وقت اللي يضيع الطياره كيفاش يبدلها؟ ب 50 اورو ولا ب 80 اورو قبل الديبار ولا بعد الديبار؟ ومنستناو شويه الناس كي يجوا شويه مخر في بعض الاحيان راه فما ظروف ما ناخذوش الاماكن هذيك ونعاودوا نسوقوها بطريقه اخرى. هذا واضح. احنا كيما كل اسبوع نختاروا سيركوي، نختاروا كيفاش نسميوها بالعربي مسلك سياحي باش نقترحوا على التوانسه انهم يكونوا موجودين صحيح. فيه ويختاروه ويمشوا يعملوا دوره. وين باش تهزنا اليوم؟ اليوم شطر اون بارتي من ولايه بنزرت. اي هي
40 دقيقة من تونس، الناس تعرف أكثر تقول نمشي نعمل غطسة في سيدي علي المكي، نمشي نعوم في غار الملح، لكن دعوة للتونس أنهم يرجعوا للبلايص هذوما، متلين وسنين وغار الملح وكب زبيب ومعناها وكب سيرات، يرجعوا لها في فترة الشتاء، ونجم نقول ما بين الخريف والشتاء، لأنه أولا التنوع البيولوجي يكون حلو برشا، عدد العصافر لي زوازو ميغراتور موجودين، وخاصة في منطقة غار الملح، غار الملح بورتو فارينا بلاصة حلوة برشا ومزيانة برشا، فيها القطايع. هما كلهم اللي سميتهم مزيانين معناها. اي فيها القطايع. اي. تعرف اللي البطاطا بطاطا القطايع معناها سي دي زيلو. اي. معناها دو لو دوس، معناها فما حاجات حلوة برشا انه هي تربط مع لاكتا غار الملح واد مجردة. غار الملح فيها صاروا كلكو ديبوردمون، ناس بنات بدون رخص كما البلاد كاملة، لكن تقعد ديما مزيانة وحلوة، فما استفاقة من السكان نتاعها، من جمعية خاصة صيانة مدينة غار الملح اللي تاريخيا عندها 10 سنين تنتظر في حاجة، ولا عندها موقع والمتحف البحري تحل، واليوم التونسي اللي يمشي لغار الملح ينجم يوصل للمتحف وينجم يقع استقباله ويقع ارشاده بانه يزور غار الملح، ومش كان سيدي علي المكي يزور الغابه نتاع غار الملح اللي فيها دي بلونت حسب المختصين من نشوفوا في المعلم اللي امامنا، هذا يقع استقبال معناها مكان الاستقبال، وتزور المتحف اللي هو وقع معناها ترميمه تحيينه وترميمه من طرف المنظمه العالميه للبيئه دبليو دبليو اف. الحاجه المهمه انه كيف تزور غار الملح تنجم تزور مع سيدي علي المكي، تنجم تعمل مسلك اون غوندوني كامله تحل على رفراف وعلى لي بيسين روز دو رفراف. من بعد بالطبيعه تعمل تريح حوت، تنجم تعمل فطير عربي، هذا نشوفه في البرد الميناء القديم لغار الملح واللي القاع نتاعو الكل رخام من اصل مالتي وتركي، نحكي على مستوى التاريخ، فهمت؟ سيدي علي المكي معروف، لكن ماذا بينا انه الناس تعدي اكثر وقت في غار الملح، ما فيش كان باش تعمل عومه وتاخذ الحوت، ومن بعد ينجموا يمشيوا لراس جبل، ومن راس الجبل يمشيوا للسقاله يعملوا عومه ولا نظره على البلاصه هذيك الحلوه، يمشيوا لكبسيرات الكبسبيب، ومن بعد ينجموا يزوروا القرى اللي عندهم صيغه اندلسيه وتاريخيه وفلاحيه، باسكو سوسون سكون ابيل دي فيلاج اغريكول، هما قرى فلاحيه وجبليه ذات صبغه بحريه، نجم تقول لي فون ليكسيبسيون تروز اوريجينال، بحيث النهار المسلك هذايا ينجم ياخذ لك نهاير كامل تولي على الطريق السريعه، ومن بعد تعمل غر الملح، تعمل مسلك كامل كب زبيب، تعمل بتبيعه سنين، تنجم تتعدى الرفراف، وفي المشي تنجم تتعدى الى اوتيك اللي هو اول برط بونيقي قبل قرطاج، وفي الاخر تنجم تعمل مشي البنزرت بحيث نهار كامل ما فماش فلوس يكفينا نهار باش نعملوا هذا، من كل ظهر لي شويه والله يعني. كان تخرج بكري، كان تخرج 8 ونص 9 نتاع الصباح، تنجم 5 تروح، فهمت؟ لانه معدل نتاع ابوبري 170 كيلومتر المشي والجاي، وما بين ان المسالك الفلاحيه دور الاقامه اليوم عندنا 7 دور اقامه موجودين ما بين رفراف وما بين العاليه بلاد حلوه برشا، وما بين سونين وما بين قصر معناها كاب زبيب، نجم نقولوا اللي بالحق هذايا سيت ان موديل دو توريزم الترناتيف، سياحه بديله المنطقه هذيك الكل ما فيهاش نزل، واليوم اذا دور الاقامه تقدم معناها جوده في الخدمات وتفوت مستوى النزل قطع النظر على وجودهم، هذاك مستقبل السياحه البديله في تونس. احنا امين وقت نحكيو على السيركوي نتاعنا وعلى المسالك السياحيه هذه نتوجهوا للتوانسه اللي يلوجوا وين باش يمشيوا في الويكاند، لكن هذا زاد ينجم يكون مبرمج في السياحه بالنسبه للاجانب، قداش اليوم عندنا اجانب يجيوا لتونس ويزوروا المناطق هذه؟ والله بقله بصراحه، لانه الناس اللي تاخذ الطريق السريعه الاجانب المسالك اللي هي ب 10 ايام 15 يوم توا اللي قاعدين نشوفوا دي كوريان ودي كنديان دي جابوني يابانيين وكوريين الحق يمشيوا لبنزرت وياخذوا سكون ابيل لا بوكل دو كوراي اللي تشوفها اللي تخرج من بنزرت وتمشي مباشره للسجنان وتمشي تاخذ الطريق نتاع نفزه تشوفها على اليسار مش ظاهره برشا معناها الحق الناس ماهيش قاعده مبرمجه بنزرت سي ان بوان داري هي الطريق اللي انت قلت عليها توا صحيح معناها مزيانه وفيها مناظر هكا طبيعيه ياسر شبيبه وتتعدى بين الجبولات لكن زاد السيركوي الاولاني زاد ازين مزيان فما عندنا امل انه فما زوز نزل بشقعة كراء من متعهد رحلات ايطالي اذا يرجع على البرمجه يولي العكس يولي يخرج حرفاء من بنزرت باش يزوروا رفراف وغار الملح وسنين
وغار الملح، خاصة غار الملح معناها الثراء اللي موجود في غار الملح نجم هي بيدة تعدي فيها نهار كامل، فهمتني؟ حيث مسلك يستحق نهار، لكن إذا نجموا نخرجوا نعديوا الويلتين ليلة في بنزرت وليلة في غار الملح ونعملوا لابوكل دا كود دو كوراي، بعد نطلعوا على مستوى معناها سجنان ونعملوا نفزة ونتاع دولة برقة يلزم بيجي أكثر يلزم وقت أكثر. أما الحاجة الباهية في تونس أنه في سويعتين تنجم تشوف برشا حاجات. أي صحيح. مش بالضرورة بتسكن في خمسة نجوم. ما تنجم تهز فطورك معاك، تنجم تعمل كويستي، تنجم تاخذ معناها حاجات مكونات للمنتوج كون أبل دي كومبوزون دو برودوي اللي نجمهم يكونوش غاليين. مش بالضروره راهو السياحه ثقافه وغرام. اذا تحب بلادك وتحب تعرف لولادك بلادك مش كل حكايه فلوس. صحيح. لازم شويه وقت. ميرسي بوكو امين، يعطيك الصحه. هذا كان مقترحنا بالنسبه للاسبوع هذا. نتقابلوا الجمعه الجايه مع مسلك سياحي جديد نجموا تمشيوا له. احنا في الاثناء نعاودوا نرجعوا للقصرين وين موجوده مراسله التلفزه الوطنيه زميلتنا ناديه الارتيبي، وناخذوا معها متابعتنا للاضراب العام في قطاع الوظيفه العموميه. مرحبا بك ناديه. فاتن من جديد، كما تشوفي انه ما عادش فما التجمهر اللي كان منذ قليل امام الاتحاد الجهوي لشغب القاسين. تفرق التجمع وتقريبا ما عادش فما معناها اجتماعات اخرى لانه انتهى في حدود الساعه 11:15 و4 هكاك، لكن مازال بعض الناس اللي شاركوا اليوم الصباح في الاضراب اللي رفعوا بعض الشعارات. صحيح ما عندهاش علاقه بالوظيفه العموميه، لكن فما شعارات تتعلق بحق المواطن في الصحه ومن المؤسسات اللي حضرت الاعوان او النقابه الاساسيه للكنام اللي طالبوا باحداث اقليم بولايه القاسين في ظل الاوبئه والامراض المنتشره وفي ظل المعاناه اللي تكبدها المريض باش يتحصل على ورقه من الكنام يتوجه لولايات اخرى من قفصه السوسه لتونس وتبقى ديما متعطل لاشهر باش ما نقولوش لسنوات باش يتحصل على معطى او على وثيقه معينه. سيد نور الدين الكشبوري، عبد القادر الكشبوري عفوا، هو كاتب عام النقابه الاساسيه، اليوم جيتوا للاتحاد شاركتوا في الاضراب رفعتوا شعارات صحه بعيده على شعارات الوظيفه العموميه، لكن كانت المناسبه باش تطرحوا الاشكال نتاعكم. احنا جينا اليوم باش نعاونوا القيان تأييد كنقابيين كنقابه اساسيه للصندوق الوطني للتامين على المرض بالقاسرين، باش نوقفوا مع الخيان لهنا وباش نأيدوهم في المطالب نتاعهم في لنجاح الاضراب العام للوظيفه العموميه. لذا معنا لكن جينا عندنا بعض المطالب، معنا قمنا بلوائح مهنيه معنا اصدرناها لسلطه الاشراف والاداره العامه وزاره الشؤون الاجتماعيه، معناها لكن دون جدوى لم يتم التجاوب معها مع هذه اللوائح. من المطالب باش الناس تفهمها. من بين المطالب اقرار تمت الاداره العامه اقرار خمسه اقاليم مراقبه طبيه للصندوق الوطني للتامين على المرض، وعندنا ما حضر جلسات من الوزاره في صوره ما اصدار هذه الاقاليم تكون في جهه القاسرين باش تكون اقليم للوسط الغربي. شنو اللي صار؟ لكن ما راعنا انه تم اقرار هذه الاقاليم في جهات اخرى، اقرار زوز اقاليم في جهه الشمال واقرار ثلاثه اقاليم في جهه الجنوب والوسط اللي هو الضغط الكبير، ستة ولايات في الوسط كلها الدوسيات والملفات كلها تدرس في اقليم الوسط. تقريبا فما فاتن 1500 ملف عالق اليوم ما فماش تجاوب معاه. نحن عملنا جلسات حضور مع الوزير 2016-2017 وعدنا بمنطقه القاسرين واعطيناه معناها الاحصائيات نتاع الامراض الخبيثه الموجوده في القاسرين تقارب 1500 ملف، وهي اكثر ولايه عندها الامراض الخبيثه. اذا الى جانب الظروف الماديه اللي ما يقدرش المواطن هنا في القاسرين باش يتنقل من القاسرين قاصرين السوسه، ظروف تشوف اغلبيتها حظاير الحمد لله، فهمت؟ ما يقدرش يصرف، يوصل غادي كينه باش يهز حتى دواه، فهمت؟ يحضر روحه، يقولوا ليه في اخر لحظه في ال 12 ما ثمش دواء، برا روح، فهمت؟ يروح القاصرين. نحن عندنا مرضى مطلوب اليوم؟ عندنا امراض خبيثه، انا اختي باللي بعد اذنك، عندنا امراض خبيثه ماتوا جاهم الدواء، وصل لهم الدواء، بعد ما ماتوا بثلاث اشهر جاهم الدواء. نحن واش نطالبوا؟ نطالبوا بحق الحياه، مع جمله الناس هذه، حق الحياه كما الحظيره حق الحياه، لان نحن باش نعيشوا نحن واولادنا في المستقبل. راهو عيب خاطر عملوا زوز اقاليم
اقليم في الشمال، اقليم تونس موجود فيه اقليم وزادوا اقليم فرعي، والى جانب اقليم فرعي في جندوبه، في صفاقس عملوا فيها اقليم الى جانب اقليم قديم، وزادوا في قابس وقفصه. وبالنسبه لنا نحن السوسه الوسط الغربي، سوسه مش كبيره، فهمت ولا لا؟ ونحن القصرين ما ثم شيء، معناها ديما صافينا. غير المطالب بالحق في الحياه، معناها حق مشروع لجل الطبقات في تونس الكل وعلى غير ولايه القصرين، ونعرفوا انه فما ناس معناها المقدره عليها تخولها باش تنقل مناطق اخرى، لكن فما ناس ما تنجمش كيف عمال الحظاير اللي لليوم ما تمش تسويه وضعيتهم بايجاز جديد. اليوم زاد شاركتوا في الاضراب العام، شاركتوا في الاحتجاجات هذه، شنو مطالبكم؟ مطالبنا تسوية الوضعية نهائيا على غرار الآلية 16، عندنا 8 سنين من العمل ونقوم بجميع شغورات في كامل مؤسسات الدولة في كامل الجمهورية، طالبوا بتسوية الوضعية النهائية. قرابة 14,000 عامل حاضرة في ولاية القصرين، فيهم برشا ما سوتش وضعيتهم، فما ناس عندها 30 و 25 سنة وهما يخدموا لكن اليوم ما تسوتش وضعيتهم، وإن شاء الله الإضراب العام هذا يكون حافز باش يعني يمد حق للمواطنين، سواء حق في الحياة، الحق في العمل، الحق في الترسيم، على غرار الحق في الإزادة في الأجور. معنا احنا كنا